أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أو الوالدين والأقربين، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإن تلووا أو
تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا